بسم الله، في سؤال عن البيموش. ايه هو؟ هل هو تنظيف البنات من البيئة اللي احنا شغلنا عليها، تنظيم الشغل اللي هي CDE، ولا تزييف قدرة المنظمة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، او العودة للموديل الاساسي والمعلومات اللي فيه، ولا تنظيف البيم موديل في نهاية المشروع؟ تمام. طيب احنا لو رجعنا للقاموس بتاع البيم ديكشنري هنلاقي ان البيموش هو تزييف نمذجة معلومات البناء، يعني حاجة هنعملها عشان سواء بقصد او بدون قصد، على اساس ان احنا نكون في مستوى معين ونقول لا احنا في مستوى اعلى من كده، او احنا عملنا حاجة ال او دي مثلا معين او قدرة معينة ونغش ونقول لا ده هي اكتر. تمام. فده تزييف نمذجة معلومات البناء الوهمي. تمام. فالاختيار هنا الأقرب للصحة هو الاختيار التاني، ليس التنظيف في الموديل سواء سواء في آخر المشروع، أو إن أنا أنظف ال CDE، أو إن أنا أرجع للموديل الأساسي. هي الاختيار التاني، تزييف قدرة المنظمة.